مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بلين عربية. لو حبيت أنه تشغل ضوء الـ LED أثناء تلقي الرسائل فحبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها طلب أنه تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك في الفيديو حتى نفعل هذه الميزة الموجودة بالآيفون. راح نروح على الإعدادات، ننزل على خيار تسهيلات الاستخدام، راح تنزل على صوتي ومرئي، راح تنزل على آخر خيار فلاش LED. هذا الفلاش راح كان مغلق تفعله وتفعل فلاش أثناء فتح القفل وفلاش أثناء النمط الصامت. لو حبيت تخليه أثناء فتح القفل أو تحب تغلقه تبقى براحتك. هذول الثلاثة فعلتهم، بعدها راح نرجع إلى الوراء ونرجع إلى الوراء وتبقى التطبيقات اللي أنت تريدها. فاللي يريد الواتساب راح ننزل على الواتساب ونبحث عن الواتساب. الواتساب راح تدخل عليه، في الإشعارات تفتح، هذه تكون مغلقة تفتحها، وبعدها نختار تطبيق ثاني مثلا التليجرام، راح تبحث عن الإشعارات أيضا تفتحها. وهذا كل شغلنا. الآن راح نغلق الهاتف وتشاهدون الآن هذا الهاتف الثاني، راح أدخل أرسل رسائل بالنسبة إلى تطبيق الواتساب وتطبيق تليجرام. الآن هذا التليجرام راح أدخل أرسل أي رسالة وتشاهدون الضوء الآن كيف يبدي يشتغل. مثل ما شاهدتم، ولو رحنا على الواتساب نفس الشيء، تقدر تفعل على أي تطبيق تريده وتقدر تلغي على أي تطبيق. الآن مثل ما شاهدتم طبعا الرسائل راح تكون هنا، وهذا هو الحل النهائي. أتمنى أنه اللي يحتاج هذه الميزة يفعلها ويستفاد منها. طلب، لا تنسون الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. أكون جدا شاكر. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة، أنا حاضر. شكرا للجميع، مع ألف سلامة.